الله المستعان. يشكو الناس من هذا الشيء صالح، يشكو الناس من زحمة الاتصال، من تأخر الرد بالبريد، وبعض القضايا قد تكون عاجلة جدا. عليه أن يبذل المستطاع الله المستعان. وأن يصبر أيضا، الزحمة يصبر عليها الله المستعان. إلى أن يحصل له فرصة، يصبر على السفر إذا كان الأمر مهما جدا، كمسائل النكاح ومسائل المواريث والأشياء التي لها خطورتها، يصبر على السفر. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.